أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لي أخ عقيدته صحيحة ولكنه يتعاطف مع الخوارج ويقول رب ضارة نافعة، وإن هذا القتل والتفجير خطأ ولكن يتبعه ترك للمنكر وإزالته، فهل قوله صحيح؟ هذا قول باطل، هذا قول باطل. فالذي يستحسن هذه الأمور والتخريب وقتل الأبرياء وسفك الدماء وإتلاف الأموال وترويع الآمنين ويقول هذا رب ضارة نافعة، رب هذه تقليل، يعني ضررها أكثر من نفعها، وما كان ضرره أكثر من نفعه، إن كان فيه نفع فإنه يحرم. هو اعترف، قال رب ضارة نافعة، اعترف أن ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع بزعمه، فهذا أمر لا يجوز، يجب التحذير منهم، يجب التحذير من هذه الأفكار، ويجب بيان أن هذا مخالف لما جاء به الإسلام وما جاءت به العقيدة الصحيحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.